الحمد لله رب العالمين، جعل الصحة والعافية من أجل نعمه على المؤمنين، وجعلها سببا للسعادة والطمأنينة في الدنيا ويوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الإنسان في أحسن تقويم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، بعد انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم بسرعة عجيبة، أكدت منظمة الصحة العالمية أخيرا أن هذا الفيروس أصبح وباء عالميا. وباء عالمي أي منتشر في العالم كله، يعني تقريبا ما فماش دولة ما فيهاش، إذا مش برشا أو شوية. وإن بلادنا تونس ليست بمنأى من هذا المرض كبقية دول العالم. ونتيجة لذلك انتابت كثيرا من المؤمنين حالة من القلق والخوف والتوجس، مما دعاني لتقديم بعض التوصيات حتى نخفف من حالة الهلع والاضطراب. وأول ما أود الإشارة إليه أن أمتنا الإسلامية تمتاز عن غيرها من الأمم بالبعد الإيماني بأحداث القضاء والقدر. نحن نؤمن بالقضاء والقدر، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذا عقيدتنا، هذا إيماننا. ونحن نعلم أن كل شيء وكل قضاء هو من قضاء الله وقدره. قال الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال أيضا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك ما كان ليخطئك، وما أخطأك ما كان ليصيبك. عباد الله، إن إيماننا بالقضاء والقدر لا يعني أننا لا نتوخى أسباب الوقاية من الأمراض والأوبئة والأخطار. عاد قلوش هذا قضاء رب القدر ويكون سجل، لا، لابد من اتخاذ الأسباب، لابد من الحيطة، لابد من الحذر، لابد من التوقي، لابد من الأخذ بأسباب الوقاية اللي كنا نذكر فيه في الخطبة الأولى. لابد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما جعل الله من داء إلا وجعل له دواء، ألا فتداووا. والوقاية خير من العلاج والنيات كما قيل. فسيدنا عمر رضي الله عنه حين لم يرد دخول الشام التي كان بها الطاعون، سيدنا عمر ماشي مسافر في الشام، اسمع قبل ما يوصل ان الشام حل بها الطاعون، مرض الطاعون كما نقولوا احنا الكوليرا، مرض قاتل الطاعون. فلم يرد ان يدخل الشام، رجع للمدينه. قالوا له الصحابه: يا امير المؤمنين، كيف نفر من قضاء الله وقدره؟ قال له: كما قضاء ربي وقدره، كيفاش تهرب وترجع؟ ايش قال له سيدنا عمر؟ قال لهم: نعم، نفر من قضاء الله وقدره الى قضاء الله وقدره. هذا قضاء الله وقدره في هذا المكان، انا لا ادخله برجلي، ولكن ان كتب الله علي قضاء وقدرا في مكان اخر فلا اقول لا، اقول الحمد لله. تلك عقيدتنا. وقد جاءت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنهي المسيء عن الدخول الى ارض وقع بها الطاعون، ونهيه ايضا عن الخروج من ارض وقع بها الطاعون. الطاعون هو مرض قاتل، هو الكوليرا. هل جراثيم وهل فيروسات لما تنتشر بالكيفيه هذه هي طاعون في الواقع؟ هي مرض قاتل، هي شيء قاتل، وهو يقتل الاف من البشر الى حد الان في هذه الفتره الوجيزه. روى البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به، شكون به؟
يعني الطاعون يقصد إذا سمعتم به أي الطاعون بأرض فلا تقدموا عليها، ما تمشي ليش ما تسافر ليش، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، تبقى هناك أنت تحت قدر الله وقضاء الله. وروى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون، سيدي النبي حكى لي الطاعون، الطاعون رجز أو عذاب. الطاعون هو مرض، هو قاتل، لما يجي الطاعون في بلدنا يقتل ملايين، ملايين مش ألف، ملايين، 50 مليون، 100 مليون إلى غير ذلك. الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. رواه البخاري ومسلم، الحديث صحيح. والطاعون قيل هو مرض خاص معروف عن العلماء والأطباء، وقيل بل هو كل مرض عام أي وباء يؤدي إلى وفاة الكثيرين من الناس، وفيروس كورونا هو وباء وهو نوع من أنواع الطاعون. وصدق الله العظيم حين قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. اللهم يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ناصر المستضعفين، يا واحد يا أحد، يا شافي يا كافي، يا شافي يا معافي، يا الله يا شافي، يا الله يا معافي، يا الله يا شافي، يا الله يا معافي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى نبينا وحبيبنا محمد قدوتنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ألم قلوبنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم انزع الأحقاد من قلوبنا، اللهم احفظنا من الشقاق والقطيعة والنفاق، اللهم سلمنا يا مولانا من الخصومة والفحش وسوء الأخلاق. اللهم يا باسطا يديك بالعطايا نسألك أن تحفظنا والمسلمين من الفتن والبلايا ومن الآفات والرزايا ومن الأمراض والأوجاع والأسقام ومن الفيروسات وما تتسبب فيه يا أرحم الراحمين. يا اللهم إنا نعوذ بك من البرص ومن الجنون ومن الجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص ومن الجنون ومن الجذام ومن سيء الأسقام. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، لا معافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف الأمة، اللهم اشف العباد، اللهم اشف المسلمين. بسم الله، بسم الله، بسم الله، نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر، نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر، نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر، نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر، نعوذ بعزة الله وقدرته
العرش العظيم لن يشفينا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن 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 يشفينا. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. وصلى اللهم وسلم وبارك وزد على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.